الأمير بندر بن سلطان. في شهادة لأحدهم بيتكلم على أنه بندر بن سلطان كان يتعاطى المخدرات اللي أنا جبته لك امبارح اللي كان بيتكلم عن القضية الفلسطينية، واللي قلت لك ده أسوأ واحد يمكن في الأسرة الحاكمة ومن أبوه ما اعترفش بيه إلا متأخرا، واللي بتقول الفلسطينيين خونة والكلام ده كله. بندر بن سلطان بتقال إنه المخابرات أو المباحث الفيدرالية كانت بتمده بالمخدرات. أيوة زي ما حضرتك سمعت كده، بندر بن سلطان مش بس راجل فاسد، مش بس راجل بيخون الفلسطينيين، لكن كان بيتعاطى أو الأجهزة الأمنية في أمريكا لما كان هناك، والكلام نقلا عن معن البياري وهو كاتب صحفي ومسؤول في تحرير صحيفة العربي، قال إن أجهزة مختصة في الولايات المتحدة كانت تؤمن لبندر المخدرات. وبيقول إنه قرأ ده في من كتاب كاتي أوبراين المختصة بأنشطة المخدرات، كتبت في كتاب لها نشوة أمريكا أن أجهزة مختصة في أمريكا كانت تؤمن لبندر إبانة كان سفيرا للعربية السعودية في واشنطن المخدرات وتحديدا الكوكايين للاستخدام الشخصي. يعني طلع ما بيتاجرش فيه ولا حاجة، بس يعني على الأقل كان بيتأمن له. عاوز ايه؟ جرعة اتنين تلاتة. ودول بقى اللي بيتكلموا عن الاسلام والشريعة والدين ما جبلكش حاجة. ده الست كيتي أوبراين هي اللي بتقول كده. هو نفسه بندر بن سلطان اللي انا حكيت لك عنه، اللي كان بيقول عن الفساد سوت يعني ان احنا نطلع لنا مثلا 60 مليار دولار رشاوة من عملية تنمية 400 مليار، يعني ايه يعني 14% يطلعوا. ثم يجي هؤلاء ليتحدثوا عن فلسطين والقضية الفلسطينية، وهو الذي دعم الانقلاب ويدعم الان انقلابا على القيادة الفلسطينية التي تستحق قطع رقبتها طبعا فيش كلام، ويتهم لا يا خبري سود. بندر بن سلطان بيسمي حماس والسلطة في غزة بانهم المتمردين. والله انت ما عندك دم، اقسم لك بالله سمو الامير انت ما عندكش دم والله فعلا. يعني بقى دول شرف الامه وعزها ومجدها، ده انتوا بتاكلوا علقه من الحوثي ما كانهاش حمار في مطلع، وعندكم المليارات والاسلحه ومعاكم امريكا وفرنسا ومعاكم عبد الفتاح السيسي ولا ايه؟ دي اشكال ضاله مضله، وربنا بيفضحها قدامنا. احنا ما بنقولش حاجه، كتب اهي ومن المكتبة يا معلم، والله كنت الكتاب بيصدر في أمريكا من هنا بنجيبه على طول عشان نعرف الناس. ايه ده؟ دول بيكلمونا عن الشرف والعفة ويقولك الرئيس مرسي والإخوان، ده فردة الجزمة اللي كان بيلبسها الرئيس مرسي برقبتكم كلكم على بعضكم كلكم، مش ده الرباط، فردة الجزمة اليمين بيكم كلكم، لأنه كان شريف ونزيه وراجل محترم. ونفس الكلام فردة رباط جزمة او رباط فردة جزمة من الشعب المصري بيكم كلكم. انا بتكلمش على الشعب السعودي، انا بتكلم على هؤلاء اللي فاكرين نفسهم يا ما هنا يا ما هناك.